الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا في الحلقة 11 من برنامج عين على العدالة، والذي ينتجه المركز الفلسطيني للاستقلال محاماة والقضاء مساواة عبر أثير راديو 24 FM من إعدادي وتقديمي أنا المحامي سامر النصار. موضوع حلقة اليوم عن الاعتقال على ذمة المحافظ وعلى ذمة الرئيس. لمتابعة هذه الحلقة يمكنكم الاستماع لنا عبر موجاتنا 97.9 في الوسط و 94.8 في الشمال، أو البث على موقعنا الإلكتروني www.24fm.bs. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد الصويطي، أستاذ القانون الخاص وعلوم الجرائم ورئيس قسم القانون في جامعة الخليل. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك وبالسادة المستمعين جميعا. دكتور، ابتداء أود توضيح نقطة للسادة المستمعين، أن حسب نص المادة 11 من الدستور أو القانون الأساسي، أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. هذا حسب القانون الأساسي دكتور. ابتداء دكتور، لو توضح لنا من له صلاحية التوقيف ابتداء؟ يعني كمان مرة مساء الخير للجميع، مساءً وبشكركم على هالاستضافة. بداية لابد من توضيح مفهوم التوقيف، نعم، حتى يكون المستمع معنا، نعم، يعني نعم، على دراية إلى حد ما. التوقيف بطبيعته هو إجراء يكون بالعادة موسوم بالخطورة، وهو موسوم بالخطورة لكونه يسلب حرية الإنسان، وهذا السلب يمثل بطبيعته إيلام لذات هذا الإنسان قبل أن ينطق عليه حكم قضائي، قبل أن يطبق عليه حكم قضائي. احنا نتحدث في التوقيف ما قبل أن يصدر حكم بالإدانة عن الإنسان، نعم، وهو أيضا في هذا يمثل خطورة، لأنه لا يتفق مع قرينة البراءة التي نص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وكل قوانين العالم. وبالتالي في الأصل لابد أو يجب أن لا نذهب إلى التوقيف إلا في حدود ضيقة، هاي كقاعدة عامة. نعم. أهم حدود أو أهم هذه الحدود الضيقة هو أن لا تأمر به إلا سلطة قضائية، وهي سلطة قضائية يكون اختصاصها محددا بحكم القانون ولمدة تقتضيها حتما ضرورة مشروعة وفق مجموعة من الضوابط القانونية التي لابد من الانتباه ومطاعتها. نعم. من خلال هذه المقدمة نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني انطلاقا من هذه المبادئ اللي احنا قمنا بتبيانها أو أناط التوقيف ما قبل أن يصدر الحكم القضائي لجهات، ولكن هذه الجهات بتراتبية، بمعنى الصلاحية الأولى في التوقيف ولمدة محدودة كما ذكرنا هي الشرطة، نعم، أو أجهزة الضبط القضائي، ويأخذ حكم الشرطة مثلا جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أو الأمن الوقائي، مدة 24 ساعة فقط. يجب بعد 24 ساعة الإحالة إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة أيضا اختصاص محدد بحكم القانون، ومدة التوقيف الممنوحة لها هي 24 ساعة زائد 24 ساعة، نعم، بمعنى بحد أقصى 48 ساعة. من ثم يجب على النيابة العامة إذا ما أرادت الاستمرار في توقيف الشخص المتهم لغايات تقتضيها ضرورة التحقيق، لابد من إحالته إلى قاضي الصلح. قاضي الصلح له أن يوقفه 15 يوم قابل للتمديد كمان 15 كمان 15، بمعنى مجموعها 45 يوم. تمام. إذا لم ينتهي التحقيق وكانت الضرورات تقتضي إبقائه، يتم إحالته إلى محكمة البداية وتقوم هي بالتوقيف مدة 45 يوم، وبحد أعلى يجب أن لا يوقف المتهم أكثر من 6 شهور قبل أن يكون قد تم تنظيم لائحة اتهام ضده. نعم. واضح، بمعنى هناك مدد محددة بالقانون. بعد ذلك يبقى للمحكمة المختصة التي تنظر الدعوة أن تبقيه موقوفا على ذمة القضية، ولكن بحد أعلى أن لا يتجاوز مقدار العقوبة التي ممكن أن تفرض عليه في تلك الجريمة. نعم. هاي القاعدة. دون ذلك
لا يوجد في الأصل أي اختصاص لأي جهة بتوقيف أي كان، خاصة كما تفضلت في البداية أنه بموجب المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدا الفقرة 2 نعم لا يجوز القبض على أي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو قيده إلا بأمر قضائي. حتى قانون والمقصود الإجراءات الجزائية الفلسطيني حدد ذلك دكتور. نعم، وهون بدي أنبه، ورد القانون الأساسي بشكل واضح وصريح بأمر قضائي، بمعنى من لا يملك أي صلاحية قضائية وفق قانون السلطة القضائية، وفق القانون الأساسي، وفق قانون تشكيل المحاكم، لا يمكن أن يكون له أي صلاحية بالتوقيف. تحديدا هل للمحافظ صلاحية توقيف أي شخص أو مواطن ضمن إطار هلا المنطقة اللي بتتبع لسلطة المحافظ؟ خلينا نكون شوي أوضح بالمسألة حتى المواطن يكون متابع معنا بشكل جيد. الأصل الذي تحدثنا، أحيانا يتم منح بعض الصلاحيات بموجب قانون لجهة الإدارة، وتقوم هذه الإدارة بإجراء اسمه التوقيف الإداري. السؤال هو عندنا، هل يوجد لدينا قانون في فلسطين يعطي هذه الصلاحية لجهة الإدارة في الدولة، جهة الإدارة كالمحافظ مثلا كما تفضل، نعم اللي هي السلطة الإدارية في الدولة؟ حتى نأسس جيدا لهذه فهم هذه المسألة، أيضا لابد لنا بالبدء أن نبدأ بالقانون الأساسي الفلسطيني. نعم المادة 2 بتقول في جزء منها الشعب مصدر السلطات، يمارسها عن طريق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس، هذا المهم، مبدأ الفصل ما بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، بمعنى الأصل أن السلطة القضائية تتمتع باستقلالية، السلطة التنفيذية كذلك، السلطة التشريعية، وليس لأي منهما التداخل مع الآخر في أي صلاحية إلا وفق أحكام القانون الأساسي. هلا هل يوجد في القانون الأساسي الفلسطيني ما يبيح لجهة الإدارة ابتداء، جهة الإدارة في الدولة بمعنى السلطة التنفيذية، هل يبيح، لا ومن ضمنهم طبعا المحافظ، هل يبيح لجهة الإدارة أن تقوم بإجراءات توقيف؟ لا يوجد أي نص في القانون الأساسي الفلسطيني يعطي تلك الصلاحية بشكل واضح وصريح. ولكن البعض بيقول يا عمي في عندنا قانون أردني ما زال مطبق في فلسطين، وهو قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954. تمام. هلا السؤال، هل هذا القانون بالفعل يعطي صلاحية للمحافظ حتى يقوم بإجراء التوقيف؟ أنا أرى شخصيا وبناء على دراسة مستفيضة لهذا القانون أن أي قانون في الدولة حتى يطبق ابتداء يجب أن لا يخالف القانون الأساسي، خاصة إنه المادة 119 من القانون الأساسي الفلسطيني وردت بشكل واضح وصريح، بتقول فيها يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل، بمعنى أي قانون، أي شيء موجود في الدولة الفلسطينية يخالف ما ورد في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من مادة 1 لمادة 118 يلغى بحكم القانون. طيب هون دكتور، يعني لو سألنا سؤال كالتالي، إنه القانون المحافظين اللي صدر في 1/7/2003 المرسوم الرئاسي قصدك رقم نعم 22 نعم لسنة 2003، معدل هو نعم اوكي. إنه انا خليني وفقا لأحكام القانون يقوم المحافظ اللي هي مادة 7 بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها. لو بدنا نتعدى هذا النص لأي توقيف، اتعدى هذا النص هون بخالف الدستور القانون الأساسي. احنا شو بنقول؟ نعم بنقول انه القصد اي دكتور توقيف، إنه أي توقيف خلاف هاي المادة هون بيكون المحافظ اتعسف في استعمال السلطة أو إنه توقيفه غير قانوني؟ لو تعطيني بس فرصة بسيطة تفضل بوصل لك تفضل دكتور، للنقطة هاي عشان تفضل أسس تفضل بشكل دكتور. سهل. هلا احنا قلنا أي توقيف لابد وأن يكون بموجب قانون، وهذا القانون يجب أن لا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني. نعم واضح. هلا ما ورد في المرسوم الرئاسي من صلاحية هو حينما تحدث بإعطاء المحافظ صلاحية الضبط القضائي، نرجع بدنا نشوف مين الضابط القضائي وشو صلاحياته بالقانون. نعم صلاحيات الضابط القضائية بموجب القانون هي 24 ساعة فقط، أنا تحدثت عنها في البداية، تمام وبعد ال 24 ساعة يجب أن يحيل المتهم للنيابة، يجب أن يسلم المتهم للنيابة، بمعنى
لا يعني المحافظ حينما يمارس صلاحيته في التوقيف هو لا يمارسها كمحافظ، هو يمارسها بصفة جديدة منحها إياها المرسوم الرئاسي، وهو أنه أصبح ضابطة قضائية. تمام. وبالتالي ما ينطبق على الضابطة القضائية ينطبق عليه، بمعنى أنه يلبس ثوب وكأنه يلبس ثوبا جديد، ألا وهو ثوب الضابطة القضائية. مركز القانوني في التوقيت ليس كمحافظ وإنما كضابطة قضائية، إذا ينطبق عليه ما ينطبق على الضابطة القضائية. أكثر من ذلك، ما ورد في قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 54، وهو بيتم الاستناد إليه كثيرا أحيانا من قبل المحافظين في إجراءات التوقيف خاصة في المدد، يعني هو يستخدم ما وجد في المرسوم الرئاسي باعتباره ضابطة قضائية ويبتعد عن المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بالصلاحيات، فيستمد صلاحياته من القانون رقم 7 لسنة 54 الذي يعطي مددا مفتوحة في بعض مواده للمحافظ. تمام. سؤال، ما مدى دستورية القانون رقم 7 لسنة 54 اللي هو قانون منع الجرائم حتى يمنح هذا المحافظ تلك الصلاحية في مسألة التوقيف؟ أنا أرى أن هذا القانون غير دستوري لعدة أسباب. السبب الأول أنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني. المقصود هون دكتور القانون الأردني المطبق عندنا. نعم، اللي هو قانون رقم 7 لسنة 54. نعم. هذا القانون اللي هو رقم 7 لسنة 54 اسمه قانون منع الجرائم، يمنح صلاحيات واسعة للمحافظين، ولكن مين المحافظين اللي بيمنحهم هاي الصلاحيات؟ على فرض، يعني أنا أرى أنه غير دستوري، ولكن على فرض أنه يجوز، على فرض أنه يجوز، وهو فرض لا أسلم به، نعم، وهو فرض ساقط ابتداء، ولكن على فرض، لو رجعنا للمادة 2 من القانون نفسه وهو قانون منع الجرائم، يعرف المتصرف، هو يتحدث عن المتصرفين بالأردن ويعطي حكم المتصرف، بمعنى يعطي المحافظ حكم المتصرف، ولكن أي محافظ يأخذ حكم المتصرف هو فقط محافظ العاصمة وليس أي محافظ آخر، لما ورد بالمادة 2 من التعريف يشمل لفظ المتصرف الذي هو وارد في قانون منع الجرائم، يشمل لفظ المتصرف محافظ العاصمة، بمعنى لا يتمتع أي شخص بصلاحيات كما هو حال المتصرف إلا محافظ العاصمة فقط. تمام. هذا لو سلمنا بأن هذا القانون يمكن الاستناد له، ولكن ليش لا يمكن الاستناد أصلا لهذا القانون؟ لأنه هذا القانون يخالف الدستور، خاصة بأنه هذا المحافظ ليس جهة قضائية، هو جهة إدارية بالدولة، وبالتالي هو يخالف الدستور من ثلاث أوجه. يخالف الدستور من وجه المادة 2 اللي هي مبدأ الفصل بين السلطات، ويخالف الدستور من وجه المادة 11 إنه هو مش لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائي، وهو ليس لا قرار المحافظ ليس قرار قضائي وإنما هو قرار إداري. تمام. ويخالف الدستور من وجه المادة 119 واللي بتقول كل ما يخالف أحكام الدستور هو ملغي بحكم القانون الأساسي. وبالتالي هذا القانون هو قانون غير دستوري يخالف العديد من أحكام المواد الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المواد من 11 و12 و13 و14 والمادة 2 كما ذكرنا والمادة 119 كما أسلف. تمام. هلأ إحنا لو رجعنا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 3 بشأن اختصاصات المحافظين، هي لا تخولهم باحتجاز أي مشتبه به لمدة، يعني حتى لو أعطاهم الصلاحية إنه لا تزيد عن 24 ساعة دون العرض على النيابة العامة، ممنوع. وخاصة بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اللي صحيح. بيحضر في أحكامه مثل هذا الإجراء حظر مطلق حتى جاء. تماما نعم. لأنه الصلاحية الأصيلة في التوقيت هي للنيابة العامة ومن ثم المحكمة وفق قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي هذا المحافظ هو لو سلمنا، بقول لك أنا لو سلمنا بصلاحيته وفق القانون الأساسي لا تتعدى تلك الصلاحية أكثر من 24 ساعة وضمن شروط معينة ومن ضمنها الجرم المشهود. هل يعتبر هذه المخالفات من قبل المحافظ هي اعتداء على السلطة القضائية لأنه اختصاص السلطة القضائية ابتداء والنيابة؟ طبعا، وليس اعتداء فقط وإنما هو تغول من قبل السلطة الإدارية على صلاحيات السلطة القضائية في الدولة، وهذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات. هذا شيء واضح، أنت كمحافظ ليس لك، يعني وفق أحكام القانون
نعم انا 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 اجيب وفق احكام النصوص القانونيه. نعم لا يوجد في القانون ما يعطي هذه الصلاحيه، لان القانون رقم 7 اللي بيتم الاستناد اليه هو قانون غير دستوري اصلا، هو قانون يخالف القانون الاساسي الفلسطيني. على فكره حتى تاريخ هذا القانون، ترى هذا القانون حتى حينما وضع بالاردن بدنا ننتبه، هذا كان قانون مستبدل لقانون كم عام، كان عام 1927. قانون عام 1927 كان يعطي الصلاحيات لكل المحافظين. إذا القانون لسنة رقم 7 لسنة 54 وعدل ووضع الصلاحية فقط للمتصرف ومحافظ العاصمة ولم يعطيها لكل المحافظين. ولو رجعنا لتاريخ القانون منع الجرائم لسنة 27 نجده مترجم عن تعليمات عسكرية بريطانية كانت موجودة بالسودان. تمام كانت موجودة بالسودان، يعني حتى التاريخ لهذا القانون هو تاريخ عسكري، يعني لا يتناسب هلا مع المرحلة اللي بنعيشها، خاصة انه دولة فلسطينية، احنا اليوم دولة فلسطينية، وقعت عديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحظر ايضا مسألة التداخل في الصلاحيات وتغول جهة الإدارة على الجهة القضائية فيما يتعلق بصلاحيات. طيب دكتور، لو رجعنا للمادة 7 من قانون المحافظين، إنه المحافظ يقوم بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود، هون حددتها إنه شغلة واحدة الجرم المشهود. جرم مشهود واثنين صلاحيته القضائية، يعني صلاحيته كضابط قضائي لا تتعدى ال 24 ساعة، بالضبط، وعليه وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم المشهودة. نعم خلال 24 ساعة. هلا خلاف ذلك دكتور، يعني هو ابتداء ممكن يتعدى ال 24 ساعة بالجرم المشهود، وممكن هلا يحجز اي شخص بدون ما يكون جرم مشهود. طب هون غير انه مخالف للدستور والقانون الاساسي، حتى لقانون الاجراءات الجزائيه مخالف. شو 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 مدى ذلك على الشارع عندنا الفلسطيني، على المواطنين؟ شو مدى ذلك على القضاء، على النيابي، على مكتب سياده الرئيس حتى؟ يعني انا اعتقد انه ما يقول اي مخالفه قانونيه سواء من المحافظ أو من المواطن أو من الشرطي أو من الرئيس أو من أي شخص، تعطي للشخص المتضرر الأحقية بأنه القيام باللجوء إلى القضاء، لأنه ما دام احنا بنحكي في مفهوم قضائي لابد من اللجوء إلى القضاء. الأصل أنه في وجهتين نظر هون، في وجهة نظر بتقول أنه أنا إذا تعسف في مواجهتي المحافظ ألجأ إلى المحكمة العدل العليا باعتبار ما قام باتخاذه قرار إداري حتى أفسخ هذا القرار، ومن ثم بروح على المحكمة حتى أطالب بالتعويض إذا كان له مقتضى ولحق بي ضرر. وهذه وجهة نظر أنا ليس معها ابتداء. أنا مع وجهة نظر أنه بما أنه القانون غير دستوري أن يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة حتى تحكم بعدم دستورية هذا القانون، ومن ثم اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى، بمعنى إذا أثبتنا قديش مقدار الضرر الذي لحق بنا. لأنه اللجوء إلى المحكمة العدل العليا يعني أنني أسلم بمدى قانونية الإجراء، ولكن أطعن بتعسف هذا هذا المختص فيه، ولكن أنا أنكر عليه تلك الصلاحية ابتداء. أنا أنكر عليه تلك الصلاحية ابتداءً، أنا لا أشتكي منه، لا أطعن بإجراءه على أنه قد تجاوز حدود الصلاحية أو الاختصاص أو التعسف في استعمال السلطة، أنا أقول أنه هو يغتصب سلطة قضائية ويغتصب سلطة قضائية، وبالتالي أنا لا أستطيع الذهاب، لا أستطيع الحد، يعني لا أستطيع القول بأنه تعسف، وإنما أستطيع القول أنه اغتصب سلطة أخرى ليست سلطة. يعني أستاذ، القانون اللي صدر بال 2003 المعدل، هل كان صائب؟ أنا أعتقد أنه لا، أنا أعتقد أنه يخالف ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، وأعتقد أنه يخالف، لحظة شوي، في نقطة مهمة، وهو يخالف القانون الأساسي، ولكن نعم. بدنا ننتبه الشغلة واحدة، فيما ورد بإعطاء المحافظ صلاحيا التوقيف أو إعطائه صلاحية الضابطة القضائية في الجرم المشهود، لا هذا ليس فيه مخالفة للقانون. نعم. يعني هذا البند لوحده ما فيش فيه إشكالية، لأنه نجد أنه أيضا تم إعطاء السلطة الضابطة القضائية للأمن الوطني وللمخابرات، ما فيش مشكلة، لأنه كانت الضابطة القضائية مثلا محصورة بالشرطة، بعد 2005 أعطيت للمخابرات، وبعد 2007 بقرار بقانون أعطيت أيضا تلك الصلاحية. دعني أتوقف هنا قليلا. هلا ممكن في حالات بتتم من المحافظ توقيف آسف وبكون مودع للوقاية أو للمخابرات. معلش ممكن تعيد السؤال كمان مرة؟ المحافظ
ممكن يوقف إنسان شخص ويكون أصلا مودع، مش في السجن، مودع لدى الوقائي، مودع لدى نعم 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 المخابرات، نعم مودع نعم لدى نعم نعم الاستخبارات، وممكن 10 أيام أسبوعين ويغادر لسبب أو لآخر. أي توقيف بعد الـ24 ساعة ما لم يكن مصدق من قبل، ما لم يكن بأمر النيابة لمدة 48 ساعة وما يزيد على ذلك بقرار من القاضي، هو مخالف للقانون. وإذا بدك يعني إذا بدي أنا أتحدث بالمسألة من مفهوم حقوق إنسان أيضا، بعتبر أنه هذا من الأخطاء القضائية التي من الممكن اللجوء فيها إلى التعويض، بمعنى ضرر ضرر، هذا ضرر، هذا تعسف في استعمال السلطة، وهذا هذا اغتصاب لصلاحيات السلطة القضائية الواردة بحكم القانون. وبالتالي هون المواطن لا يشعر بأمان، يعني أنت كمواطن لا تشعر بأمان إذا شعرت أنا أنه أي جهات عديدة في الدولة لها قدرة على توقيف مدد أنا هذا اللي تخالف بدي أوصل القانون، لك يا أنا لا دكتور، أشعر بأمان إنه حتى لو كمواطن. القانون أعطاه صلاحية إنه يطالب في تعويض، ممكن ينحجز على ذمة المحافظ عند المخابرات لأسبوع لـ10 أيام أو عند جهاز الوقائي ويغادر. هلأ خوفا من تكرار ممكن ما يرفع وما يتوجه لأي جهة رسمية يقدم شكوى حتى. أنا هذا بالعكس، بالعكس قضاءنا، أنا أثق بقضاءنا، أثق بقضاءنا، أثق بقضاءنا، وأثق بقضاءنا بأنه هو قضاء مستقل. لا يوجد بديل للمواطن في حال اغتصاب حقوقه إلا أن يلجأ إلى القضاء. الملاذ الوحيد لنا كلنا في فلسطين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياتنا وحقوقنا هي أولا القانون والجهاز القضائي، الذي يعني بالرغم من كل الصعوبات اللي احنا بنشوفها بتعترضه الا انه جهاز قضائي يتمتع باستقلاليه، ولا بد من انه هذا الجهاز القضائي ياخذ دوره. هلا الجهاز القضائي لا يبحث عن الناس في بيوتها، الناس يجب ان تذهب للقضاء وتطرق باب القضاء حتى تستوفي حقوقها. هناك العديد من القضايا المعروضه امام المحكمه في العديد من المسائل واللي ممكن المحكمه تحكم فيها بنزاهه وتاخذ حقها كمواطن. نعم دكتور، كونه الصلاحية للمحافظ في التوقيف حكينا عنها بالجرم المشهود، هل له الصلاحية يتدخل بالإفراج من أي جهة كانت؟ يعني سوري، يعني هذه جهة إدارية، بمعنى سؤالك أنا بفهمه كالآتي، إنه هناك جهة قضائية قامت بالإيقاف والمحافظ دخل للإفراج، السؤال يعني؟ يعني تقريبا هيك، وخلينا نحكي على الأجهزة كمان إذا أنا بكون حتى له تدخل. الأجهزة يا أستاذي، حتى الأجهزة هي ضابطة قضائية ليس لها التوقيف أكثر من 24 ساعة، بعديها أكثر من 40 ساعة النيابة، 48 ساعة للنيابة لها أن تفرج خلال ال 48 ساعة، بعدها إذا وقف بقرار قضائي لا يجوز إخلاؤه إلا بقرار قضائي. نعم لا يجوز بالمطلق. يعني لا يجوز بالمطلق إنه إذا توقف الشخص بقرار من قاضي الصلح أو من قاضي البداية إلا أن يصدر قرار الإفراج منه، وإلا في خلل بيصير، في معناته فيش فصل بين السلطات صار في الدولة. نعم دكتور، سيادة الرئيس هل له الحق بالتوقيف والإفراج؟ هلا حتى انا اجاوبك بدي ارجع للقانون، هل في القانون، سؤالك هل في القانون صلاحيه تعطي الرئيس طبعا احنا بالتوقيف؟ بنحكي عن ما اكيد هو ما هو ما هو بضمن هيك، نصوص يعني انا عشان يكون مواطن ضمن مش نصوص هيك، القانون. مش هيك، ما هو حتى المواطن يكون، من الذي يحدد صلاحيات الرئيس؟ القانون. من الذي يحدد صلاحيات النيابه؟ القانون. من الذي يحدد صلاحيات اي جهه داخل الدوله؟ هو القانون. نعم بدنا نرجع للقانون، هل يوجد في القانون الفلسطيني او القوانين المطبقه في فلسطين صلاحيات تعطي الرئيس قدرة أو سلطة بالتوقيف؟ لا، جوابي بالنفي، لا لا يوجد. يشمل قسمين، التوقيف والإفراج. هو من الأصل من يملك سلطة التوقيف يملك سلطة في الإفراج، من لم يملك سلطة التوقيف لا يملك سلطة الإفراج. واضح، يعني هذه يعني زي معادلة الرياضيات. نعم طبعا إذا كان المواطن موقوف في قرار قضائي لا يوجد لأي أحد، مع احترامنا للجميع، أي سلطة بالإفراج عنه إلا الجهة القضائية وحدها فقط. من يدعي بعكس ذلك عليه أن يرينا نص القانون يعطي الذي يعطي هذه الصلاحية. نعم دكتور، ابقى معنا، فاصل قصير ونعود. Thank you.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. دكتور أحمد، مساء الخير للجميع مرة أخرى. نعم صحيح دكتور أحمد، بالنسبة للقوانين اللي ذكرناها بتتعلق بالمحافظة اللي هي مادة 7، بالنسبة للقانون الأساسي اللي حدد الصلاحيات، ما مدى دستورية هذه القوانين؟ ما مدى دستورية؟ خلينا نقول كالآتي، ما مدى، بعد سؤالك من شقين، ما مدى دستورية؟ ابتداء دستورية القوانين، وسأنتقل إلى دستورية ما يقوم به المحافظ إذا كان في خروقات لبعض القوانين أو النصوص وحجز حرية دون إذن قضائي. نعم، يعني فيما يتعلق بقانون منع الجرائم، أنا أعتقد أنه قانون غير دستوري من عدة أوجه ذكرتها في بداية اللقاء. وأيضا يعني حتى لو استرجعنا وطلعنا على مجموعة من قرارات المحاكم الدستورية بالعالم، مثلا المحكمة الدستورية الفرنسية، نجد أنه عندها مبادئ مستقرة فيما يتعلق بفضفاضية النص، بمعنى إذا كان النص فضفاض هل هذا يعتبر نص دستوري او مش دستوري؟ ما استقر عليه سواء عندنا في القضاء، سواء في فرنسا، سواء في مصر، اذا وجد النص دستوري فضفاضا او اذا وجد نص قانون فضفاضا فهو غير دستوري. واذا رجعنا احنا لنصوص القوانين خاصه قانون منع الجرائم، نجد نصوصه فضفاضه عامه، وبالتالي هي غير دستوري، بالاضافه للنصوص القانونية اللي ذكرناها في قانون الأساس الفلسطيني واللي بيخالفها القانون منع الجرائم بشكل صريح وواضح. نعم، الشق الآخر دكتور. نعم، هلا بما يتعلق بالشق الآخر، مدام القانون اللي بنستند له هو غير دستوري، إذا معه في الإجراء أيضا غير دستوري، معه في الإجراء أيضا غير دستوري، ويجوز اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في كافة الإجراءات، مع أني أنا أرى أنه الأصل أنه نلجأ للمحكمة الدستورية للطعن بهذه القوانين. إذا المحكمة الدستورية قالت مش دستوري، خلاص، ما هو يعتبر أي شخص يخالف هذا القرار الصادر على المحكمة الدستورية هو شخص يخرق القانون، وبالتالي يمكن محاسبته. نعم دكتور، التوقيف بعد 24 ساعة من قبل المحافظ دون عرضه على النيابة أو القضاء، الجهة المختصة، ما مدى مخالفته لقانون الإجراءات الجزائية ابتداء ولا الدستور ذاته؟ مخالفة واضحة وصريحة، ومخالفة تقتضي تصيب المواطن بالضرر وتقتضي التعويض. بمعنى لا يوجد يعني أي شخص يخالف القانون يوجد في النصوص القانونية أنه في حالة المخالفة لابد من المحاسبة. نعم، بشكل واضح وصريح، وبالتالي إذا جهة الإدارة خالفت القانون لابد من انه نتعامل مع جهه الاداره باعتبارها قد خرقت القانون. واعطيك امثله كثير تم اللجوء فيها للمحكمه، يعني مثلا لما بنرجع احنا لمحكمه العدل العليا للطعن مثلا في قرار اداري صادر عن جهه الاداره، عن رئيس الوزراء او عن الوزير، ماذا تحكم المحكمه؟ تحكم المحكمه اذا وجدت انه غير قانوني بانه بفسخ هذا القرار. هاي نوع من انواع العقوبه، انه انت فسخت قرار هذا الوزير او رئيس الوزراء او ما الى ذلك. نعم، بعديها المواطن إذا لحق ضرر من ذلك القرار يلجأ إلى المحكمة النظامية ويطلب دعوة تعويض. نعم دكتور، بعيدا عن الأسئلة، نعم، أنت بتحب تضيف شيء ما حكيتوش في هذا الموضوع؟ يعني أنا بحب أضيف شيء بسيط جدا، هو أنه إحنا دولة باتجاه يعني النمو المتصاعد الكبير، نحن أكثر الناس في فلسطين نعاني من خرق حقوق الإنسان، وبالتالي يجب ألا نمارس نحن شخصيا خرق حقوق الإنسان. أسمى هذه الحقوق التي لابد من المحافظة عليها هي كرامة الإنسان وإنسانية هذا الإنسان، وعدم التعسف في استعمال
السلطات في مواجهته، لابد من المحافظة على كرامته، لابد من إعلاء صوت وشأن القضاء، لابد من اللجوء إلى القضاء في أي مخالفة وأي خرق لهذا القانون، ولابد من العمل على عدم زعزعة الثقة في الجهاز القضائي، لأنه إذا أنا بثق في الجهاز القضائي معناته ليش أنا اللي أمارس صلاحيتي؟ ليش أنا أسلب القضاء صلاحيته؟ إذا أنا بثق في الجهاز القضائي معناته أنا أحيل كل شيء إلى القضاء، والقضاء يقول كلمته، ينصف الذي يجب أن ينصف ويعاقب من يجب أن يعاقب، وبالتالي القول بعكس ذلك هو عدم ثقة في الجهاز القضائي، وبالتالي يؤدي إلى زعزعة الثقة في الجهاز القضائي. أنا أرى أنه أي ممارسة لأي صلاحية خاصة ذات مفهوم قضائي من قبل أي جهة غير قضائية هو دفع باتجاه زعزعة ثقة الناس بالجهاز القضائي في فلسطين والسلطة القضائية. وبالتالي أرى أنه لابد دائما من إعطاء كل سلطة داخل الدولة صلاحياتها، إعطائها أن تمارس صلاحيتها بحيدة واستقلال دون التدخل في شؤونها، حتى يشعر المواطن بأمن وأمان. تداخل ما بين السلطات، تغول سلطة على أخرى، يفقد ثقة الناس بالجهاز القضائي وثقتهم بمدى قدرة هذا الجهاز على إنصافهم وإعطائهم حقوقهم. دكتور، بتحب توجه كلمة أخيرة لسيادة الرئيس بالنسبة للنص اللي تم تعديله، أنا أوجه كلمة، وبالنسبة للمحافظين في الضفة الغربية طبعا وغزة؟ أنا أوجه كلمة عامة وأوجه كلمة للسيد الرئيس والأستاذ المحافظين، نحن نبذل كل جهدنا دائما بزرع ثقة المواطن في الدولة، وثقة المواطن لا تتأتى في الدولة إلا من خلال إعمال النص القانوني وليس هدمه وتجاوزه والتغول عليه. كلما اقتربنا من القانون اقتربنا من بناء دولتنا بشكل سريع، كلما ابتعدنا عن القانون كلما هدمنا بأيدينا دولتنا التي نسعى لإنشائها وبنائها ليأخذ كل شخص دوره في هذه الدولة. أشكرك دكتور. أنا أشكركم جدا وأتمنى يعني أتمنى التوفيق لكم، ونشكر للراديو دائما دورها الرائد في زيادة الثقافة القانونية لدى المواطن الفلسطيني. أشكرك دكتور. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور أحمد الصوتي، أستاذ القانون الخاص وعلوم الجرائم ورئيس قسم القانون في جامعة الخليل. كما أتوجه بالشكر للسادة المستمعين الذين تابعونا في هذه الحلقة عبر أثير راديو 24 FM. كان معكم على الهواء مباشرة معد ومقدم البرنامج المحامي سامر نصار وكمال بن باشي من الهندسة الإذاعية. لكم مني ومن المركز الفلسطيني للاستقلال محاماة والقضاء مساواة أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن العدالة نهج حياة، ولأن